السلام عليكم، السلام عليكم. تفضل معايا. حيدر من العراق. شيعي ولا سني يا حيدر؟ شيعي. من كربلاء، صح يا حيدر؟ نعم. انت من كربلاء؟ لا، من منين؟ من بغداد. من بغداد. سؤالك يا حيدر. تعليقا على كلمات بعض الأخوة، لا ما تعلقش يا حيدر، اترك التعليقات. عندك سؤال؟ سؤالي: بعض الأشخاص لا يمثلون التشيع تناقش بعض العوام، لا يؤخذ بكلامهم. سؤالي: هل النبي معصوم أم لا؟ احنا وإذا كان جاوبنا على النبي السؤال ده كتير قوي معصوم، يا حيدر. يعني لا، اسمع مداخلتي، وش هاي المداخلة؟ اتفضل هذا سؤال مقدمة لسؤالي، اتفضل لسؤالي إن حضرتك. اتفضل. هل النبي معصوم أم لا؟ إذا كان النبي معصوم، يعني سواء بالعصمة بالمعنى الشيعي بمعناها الواسع في الفكر الشيعي في مدرسة أهل البيت، أو بالمعنى الضيق في فكر مدرسة الثقيفة، أنه عصمته في التبليغ. وعموما على كلا القولين، هل قول النبي أثناء التبليغ هل هو مساوي للقرآن في وجوب الاتباع أم أقل أم أكثر؟ إذا كان مساوي، يعني كلام النبي في تبليغ أحكام الدين وأقواله مساوي للقرآن، فيعني يجب اتباع كلام النبي مثل بنفس الدرجة التي يعني يجب فيها اتباع القرآن. هذا الشيء يعني لا يقبل النقاش، المفروض توافقني. لا لماذا؟ وهذا طبعا هذا أحد النقاط الخلاف يا بين أستاذ مدرسة الفاضل، يا أستاذ الشيعة، الفاضل، يا مدرسة أهل أستاذ البيت الفاضل، ومدرسة يا أستاذ السقيفة. الفاضل، وهاي نقطة يا الخلاف. أستاذ الفاضل، الاختلاف ليس في الصلاة، يا ليس في أستاذ الزكاة، الفاضل، ليس في يا أستاذ التطهير الفاضل، واللطم. أنا هذا هو الخلاف، يا عمي الله هل يصلحك، النبي معصوم أم لا؟ إذا ساويت كلام النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن الكريم زي ما أنت بتقول كده وجب الاتباع، فأنا أسألك أنت عندك فعل المعصوم أو قول في وجوب الاتباع، يا في أستاذ وجوب الفاضل الاتباع ممكن على ترد؟ هاي النقطة يا ما أنا أستاذ فاهم أشرف. يا أستاذ، أنا فاهم في وجوب الاتباع، الله يصلح حالك. الآن عندك روايات تبيح أو تجيز المتعة ولا بد أن تفعلها، هل تتمتع؟ هذا شوف، هذا مو سؤالي. لا حضرتك أنا جاوبني على قدر أسألك، السؤال، هل هل يجب اتباع تتمتع؟ جاوبني على قدر السؤال فضلا، القرآن أم لا؟ هل تتمتع؟ أسألك اليوم، جاوبني أنا على قدر أسألك أنت، السؤال. لا يجوز أن تقابل السؤال بسؤال. عرفت انت مش هترد ليه؟ أنا عارف ليه؟ أسألك، انا هقول لك ليه يا عم أنت حيدر، اسمع تسألني، بقى. أنا سألت، أنت لماذا لا انا ترد؟ برد اهو عليك، بس انا رديت بسؤال استدراكي رد، عشان لا ترد بسؤال، يا عم انتوا مش عايزين رد تسمعوا بجواب. اجابات؟ عايزين جواب، تتكلموا بس؟ أحسنت، أنا أريد أسمع جواب مش سؤال. اسمع يا حبيبي اسمع، عندما سألتك هذا السؤال لا تستطيع ان تقول انني افعل المتعه ووجب على كل رجل شيعي وامراه شيعيه ان تمارس المتعه ايش دخل؟ يعني بموجب كلام الامام. فاذا اذا سويت ما بين كلام المعصوم والقران، فاذا تقول ان في القران هناك ايات ليست واجبه الاتباع، تمام؟ بان كلام الله واجب الاتباع في الاوامر والنواهي. اما في السنه استاذنا الفاضل فهناك سنه واجبه وسنه مستحبه، تمام؟ و قال أهل العلم أن في السنن واجب ومستحب ومندوب إلى ما غير ذلك. إذا سوينا بين ذلك، إذا هناك في القرآن مستحب ومندوب وواجب، ما ينفعش أقول الكلام ده أستاذنا الفاضل، فلا تتساوى السنة بالقرآن. ده بس إجابة على كلامك بمثال على كلامي في موضوع الإيه؟ المتعة. فإذا كان الكلام واجب الفعل القرآن، فكل من ترك الفعل آثم. ممتاز؟ يبقى إذن لا يتساوى كلام البشر بكلام رب البشر. إجابة سؤالك الثاني، زين، رب البشر يقول سؤالك ما الثاني، آتيت سؤالك الرسول الثاني، فخذوه وما سؤالك نهاكم الثاني عنه أستاذ الفاضل، فانتهوا. سؤالك الثاني أستاذ اسمعني الفاضل، أستاذ أشرف، اسمعني سؤالك الثاني. سؤالي. الله في القرآن يقول ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، يعني هذا شنو، مش واجب؟ ما أتاكم بإيه؟ بأمر إلهي ما إلى النبي آتاكم، صلى الله عليه وسلم. إيه؟ أديك مثال يا أستاذنا، تمام، هو هذا سؤالي. هديك إذا مثال يا النبي أستاذ، قال هذا أمر إلزامي، هل هديك يجب مثال، اتباعه أم لا يجب هديك مثال اتباعه؟ يا أستاذنا الفاضل، الله يصلح حالك. مش مثال، أريد جواب. ما هو جواب، بس جاوب عن سؤال لأنك دخلت معايا في حوار كده وليس في سؤال. حضرتك عندما حرم النبي على نفسه حوار، العسل،
تمام؟ هل كان بأمر إلهي أم بأمر بشري؟ إذا رجعنا إلى القرآن يقول وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ما ينطق يعني لا يتصرف أي شيء من عند نفسه، إذا ممتاز بوحي من الله. ممتاز ممتاز. إذا طبعا هذا الاختلاف بين إحنا نقول يا بعصمة عم اسمع النبي بقى، كل يا عم شيء، يا عم أما اسمع أنتم تقولون عصمته فقط في يا عم التكليف، اسمع هذا اسمع الاختلاف بين اسمع الأديان. اسمع. أنت قلت ليش كل عصبي فعل أستاذ النبي أشرف؟ صلى الله عليه وسلم قلت عندك بأمر إلهي. إيه إذا عندما حرم النبي العسل كان بأمر من الله، صح؟ نعم لماذا بأمر من الله. لماذا عاتبه الله بعد ذلك؟ والنبي كفر عن قسمه. مثل تغيير كثير من أحكام القرآن، ليش يعني القرآن يعني مثلا عليك هل الله الله أمر يا عم بالتوبة رد على قدر سؤالي، ثم إلى بيت رد على المقدس؟ قدر سؤالي. الله أمره بتحريم العسل على نفسه، ثم ينزل آية عتاب له والنبي يعاتب فيها ويكفر عن قسمه فيها. هل الله سبحانه وتعالى خلف وعده مع النبي في أنه يفعل إذا ثم ثبت أن الله لا يفعل؟ عاتبه، نحن لا إحنا نقيس أف إحنا نتع نقيس لا نقيس يعني مراد الله، يعني نفهم يا ابني رد على المراد قدر من كلام سؤالي، النبي هو لماذا نفسه. عاتبه ماذا الله يعني إذا أحرم كان أمره أمره أم لم الله؟ يحرم؟ يا أستاذ هذا الفاضل مو سؤالي أستاذ أشرف، أنت يا راجل نقيس رد هذا على مو قدر سؤال. سؤالي، لماذا عاتبه الله بعد أن أمره الله؟ رد أثبت أنه عاتبه يا أيها من النبي هذا لما الإفراد تحرم الإيه؟ ما أحل الله لك اللي ما عاتبه. وأجمعت تفاسير الشيعة على هذه الآية أنه عتاب وجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الآية، وكفر عن قسمه بتحريم العسل على نفسه. تفضل، لماذا هذه عاتبه الله؟ خصوصية في بعض المواد، خصوصية يا عمي خصوصية. أنا بسألك سؤال أوضح من الشمس، أنا بجاوبك إجابات واضحة جدا على فكرة، وإجابات أنت مباشرة. أبعدتني عن ما هو عن نفس مقصد موضوع في سؤالي عصمة بعد النبي الشمس، يا رجل، سؤالي إذا هو كان موضوعنا في النبي عصمة يجب النبي، الله يصلح حالك ويصلح حال اللي أمر جابك. النبي باتباع موضوعنا في أهل عصمة بيت النبي، الله، إذا كان كل وإذا أمر قول وفعل النبي للنبي هو بتكليف من الله، لماذا عاتبه الله؟ سؤالي واضح، جاوبني. ليس جاوب. عتاب. ليس يقول لك يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله، تقول لي ليس عتاب. لما تحرم على نفسك من باب الشفقة، يعني مش من هو الذي امره ليس بالتحريم؟ انت مش لسه قايل دلوقتي ان الله هو من امره ان الله، كل فعل للنبي بامر من الله الله؟ يعني يشفق على النبي، يا الله يا ولي ثم الصابرين. قضية شخصية، يا عم رد هاي على قدر قضية سؤالي، الله شخصية. يصلح حالك. الآن أنت قلت إنه في هذا الفعل بأمر من أنا الله، أقول في الله الأمور أمره الإنسانية، بذلك. يا الإنسانية عمي يجب رد على قدر اتباع سؤالي، قول النبي، يا عم رد على قدر هذا سؤالي. احنا نتفق. يا أخي روح نام يا أخي، روح نام يا أخي. يا ليس أخي في الأمور سبحان الله، إيه الفهم ده يا إخواننا الأحبة؟ بيلف يلف يلف يلف. الله يأمره ثم يعاتبه.